طبعا بنرحب بحضراتكم معانا في النقابة، وطبعا يعني سعداء ان انتوا بتشرفونا، ودي مش اول مرة. نقابة المهندسين نقابة منفتحة على الجميع، وعنوانها الوضوح والشفافية. ما حدث من بعض اللغط في الفترة الماضية كان، وانا عايز اتكلم عليه بمنتهى الوضوح والصراحة والشفافية، كان بسبب نقطتين. النقطة الأولى إن إحنا في قرار المجلس الأعلى الذي تم في شهر 6 الماضي اتخذنا قرارات أن ممثلي نقابة المهندسين الذين سيمثلونها في الشركات اللي إحنا مشاركين فيها سيتم تحديد الحقوق المالية ليهم، وما زاد عنها يجب أن يرد إلى النقابة. هذا الكلام تم في شهر 6 2014، بعد وصولنا للمجلس بحوالي 3 أسابيع أو شهر. ده كان السبب الحقيقي. لما في عندنا شركتين اللي احنا غيرنا فيهم مجالس الإدارات، إحدى هذه الشركات زملاء اللي كانوا بيمثلون فيها، لما طالبناهم برد هذه المبالغ التي تقاضوها أثاروا قضية حول أن زميلنا المهندس عبد الرحمن الشريف أمين عام النقابة، وكان يمثل النقابة في إحدى الشركات في عام 2012 أو 2011 و2012، بأن هو تقاضى أرباح قدرها 2 مليون جنيه. على الفور المجلس الأعلى قام بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الأستاذ الدكتور حماد علي عبد الله، عضو المجلس ورئيس شعبة نسيج والعميد السابق لكلية الهندسة، كلية الفنون الطبيعية، وهو شخص مشهود له بالنزاهة وشخص له سمعته ومكانته في المجتمع المدني وفي المجتمع الهندسي. وعمل وكان هناك لجنة مشكلة مع السيد الدكتور حماد زميلين لبحث القضيتين اللي هما طرح عليه. ما قدمه أحد أعضاء المجلس من شكوى حوالين تقاضي السيد الأمين العام 2 مليون جنيه، والنقطة الأخرى هو حقيقة ما تم رده من أموال تقاضاها الزملاء الممثلين للنقابة في شركة المهندس للتأمين. النقطة الأولى أنجزها لجنة التحقيق ومعانا التقرير بتاعها، وهنتلوه عليكم بكل وضوح وشفافية وصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الإداري رقم 6 لسنة 2015، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتاريخ 24/2/2015. 1. بعد الاطلاع على الشكوى المقدمة من السيد المهندس رفعت بيومي عضو المجلس الأعلى للنقابة بشأن تقاضي السيد المهندس عبد الرحمن مصطفى الشريف أمين عام النقابة مكافآت مالية أثناء عضويته بمجلس إدارة شركة المهندس يوتن للدهانات ممثلا عن النقابة العامة للمهندسين خلال الفترة من 30/10/2011 إلى 13/4/2013. هذه الفترة من 1/1/2000، دي نقطة توضيحية، من 1/1/2012 كان المجلس السابق هو الذي يقود العمل في النقابة. نمرة 2. قامت اللجنة بمواجهة السيد اللواء مهندس عبد الرحمن الشريف بما جاء في المذكرة المقدمة من السيد المهندس رفعت بيومي عضو المجلس الأعلى. قام السيد المهندس عبد الرحمن الشريف بالرد على ما جاء وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وتبين من خلال تلك المستندات عدم صحة ما ورد بالمذكرة المقدمة من السيد المهندس رفعت بيومي،
بخصوص حصول السيد المهندس عبد الرحمن الشريف على مبلغ 2 مليون جنيه كحصة في الأرباح خلال فترة عضويته بمجلس إدارة شركة يوتن للبويات، نظرا لعدم توزيع أرباح للمساهمين خلال تلك الفترة مطلقة عن عام 2012، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12/2/2013 لزيادة استثماراتها المستقبلية ولتمويل العملية الإنتاجية بالشركة، علما بأن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح للمساهمين بها منذ عام 2011 وحتى تاريخه نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد. 4. بخصوص حصول السيد المهندس عبد الرحمن الشريف على مبلغ 108,000 مستحقات عن حضور جلسات مجلس الإدارة طيلة مدة خدمته، فقد تم ذلك بالفعل حيث أن سيادته تم تعيينه بالشركة بقرار من اللجنة السباعية لتسيير أعمال النقابة برئاسة الدكتور مهندس إسماعيل عثمان بعد رفع الحراسة عن النقابة، وذلك بتاريخ 29/9/2011، وتم تنفيذ القرار بتاريخ 30/10/2011، واستمرت عضويته بالشركة حتى تاريخ 19/5/2013 حيث تم إعفائه بقرار من المجلس السابق برئاسة المهندس محمد ماجد خلوصي نقيب المهندسين في ذلك الوقت، وعين بدلا منه الدكتور مهندس علي عبد الرحيم أمين عام النقابة في ذلك التوقيت. ومما سبق يتضح أن المهندس عبد الرحمن الشريف قد تقاضى بدل حضور 6 جلسات بقيمة 18,000 جنيه عن كل جلسة، والمبالغ المتحصل عليها قانونية طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 606 لعام 2008، وذلك بالإضافة إلى أن تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتاريخ 9/6/2014 بتحديد قيمة المبالغ التي يتحصل عليها ممثل النقابة في مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها وتوريد الباقي إلى النقابة ساري وملزم منذ هذا التاريخ، ولا ينطبق على السيد المهندس عبد الرحمن الشريف حيث أن القرار لا يطبق بأثر رجعي عليه أو على أي من ممثلي النقابة في مجالس الشركات المساهمة فيها. ومن ثم قررت اللجنة بإجماع الآراء، وهم السيد الدكتور حماد عبد الله حماد رئيسا، السيد المهندس أحمد رفيق الشافعي عضوا، السيد المهندس أشرف إبراهيم المصرحي شادي عضوا، ومع الاستعانة بكل من الأستاذ أحمد المليجي المحامي بالنقد والمنتدب من قبل اللجنة بالمعاونة متطوعا مستشارا قانونيا الأستاذ محمد أحمد بيومي سكرتيرا للجنة. حفظ التحقيق، قررت اللجنة بالإجماع حفظ التحقيق مع السيد اللواء مهندس عبد الرحمن مصطفى الشريف مع حقه في الرجوع على السيد الشاكي فيما يراه مناسبا من إجراءات، وتستمر لجنة التحقيق في استكمال أعمالها بشأن تنفيذ القرار رقم 6 لعام 2015 والصادر من المجلس الأعلى للنقابة، وتوصي اللجنة باستعجال المستندات التي تم طلبها من شركة المهندس للتأمين حتى تنتهي من التحقيقات الخاصة بتلك الجزئية، وامتثال السادة المدعوين للتحقيق بالحضور في المواعيد المحددة. والله ولي التوفيق رئيس اللجنة أستاذ دكتور حماد عبد الله حماد. برضو نقطة توضيحية، الشكوى اللي قدمت كانت بتتهم المهندس عبد الرحمن بتقاضي 2 مليون جنيه وبتعاونه مع جماعة الإخوان ممثل في الإخوان اللي هم كانوا في المجلس السابق. طبعا مع عدم دخولنا في مسائل سياسية، إنما من تواريخ تكليف المهندس عبد الرحمن تم بمعرفة المجلس السابق الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان، وبالتالي فإن هذا الاتهام هو اتهام باطل تماما، بل إنه عاكس الحقائق وقلبها. أما الاتهام الخاص ب2 مليون جنيه فقد وضح
الرد بالمستندات اللي الدالة على ذلك والتي قدمتها شركة يوتن للبويات، وهي شركة مصرية عالمية نفتخر ان احنا شركاء فيها، وبنعاونها معاونة كبيرة في اداء اعمالها داخل مصر وخارج مصر. وكان انضمام المهندس عبد الرحمن دفعا للعمل في هذه الشركة في فترة معينة تاريخية. انا جاهز مع حضراتكم للرد على اي استفسار، وكذلك طبعا الاخ العزيز المهندس عبد الرحمن الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. بقرر الشكر لمجلس نقابة المهندسين وعلى رسول السيد النقيب مهندس طارق البغراوي وحضور حضراتكم لتبيان الحقيقة. وأنا أشرف أني توليت منصب الأمين العام في هذه النقابة من السادة الزملاء الذين انتخبوني ومن المجلس الأعلى الذين صوتوا لترشيحي لهذا المنصب الحساس في نقابة المهندسين. والذي شرفته بتمثيل المهندسين فيه والمجلس الأعلى في هذا المنصب حتى الآن من شهر 5/2014 حتى تاريخ. حينما توليت أو وجه لي هذا الطلب التحقيق أو الاتهامات الصادرة فيه، ما كان مني إلا أني أعلنت استقالتي فورا من هذا المنصب وليس من النقابة. ويمكن بعض الزملاء افتكروا أن أستقيل عشان خايف من التهم، لا، أنا المنصب اللي أتولاه هو منصب الأمين العام، فلازم يكون مفيش أي شيء يخدش الأمانة في شخص هذا المنصب أو في الشخص اللي بيتولى كل جموع المهندسين وقدام الدولة بالكامل لهذا المنصب الحساس وليس لشخصي فقط. رغم ما امتن علي السادة أعضاء مجلس النقابة بالكامل من ثقة غالية ورفض للاستقالة، رفض فوري للاستقالة اللي تمت، ومع ذلك أصريت على هذا المبدأ حفاظا على مكانة هذا المنصب، وفعلا امتثلت لذلك وتعاونت رغم انه كان في منصب في موقف عصيب عشان احنا داخلين على جمعية عمومية ان شاء الله باكر في استكمال عمل، ولكن ليس في استكمال منصبي وتبوات العمل على اساس ان انا عضو مكمل حتى يتم تعيين. وبهذا نقابة المهندسين بتضرب مثل ومثل لكل النقابات المهنية او مثل في الدولة، اعلاء الشفية، وما فيش اي مسؤول بعيد عن التساؤل او عن توجيه اي اتهام، وعليه انه يدفع بالمستندات الداله على ذلك او بالوقائع الداله على ذلك. وفعلا لما تداولته الصحافه كان عندنا الرد فقط رد مقتطب على اساس اما تنتهي لجنه تحقيق، واصرينا ان لجنه تحقيق تنتهي في قبل الجمعيه عشان يبقى جموع المهندسين بالكامل على وضوح ان ما ليس هناك اي نوع من اخفاء اي حقيقه، و كل الحقيقة تمت بلجنة محايدة تماما بالمستندات الدامغة اللي بتبرئ الساحة بتاعت منصب الأمين العام وليس ساحتي أنا فقط. وعلى ذلك أقرر المجلس الأعلى بالأمس بعد إعلان نتيجة التحقيق علانية بالمستندات أنه أرجع تاني لمنصب الأمين العام وأمارس مهامي لحرج الموقف وحرج اللحظة الفارقة أن إحنا عندنا جمعية عمومية باكر 6 مارس إن شاء الله. وبهذا استمرت في عملي منذ الأمس بعد تبيان الحقيقة وليس تعاليا لأي شيء غير إعلاء الحقيقة أمام جموع المهندسين وإعلاء شأن نقابة المهندسين حتى تكون مثالا يضرب بالمثل في أي نقابة مهنية أو أي عمل تطوعي. ده أول حاجة. الحاجة الثانية اللي حب أضيفها يمكن ما ذكرهاش سيد نقيب المهندسين بحكم موجودي في هذه الشركة، أنا عينت أو ترشحت أساسا في هذه الشركة ولم أكن أمت لنقابة المهندسين كعمل إداري أو عمل انتخابي، وكنت بعيد عن الدائرة الانتخابية تماما. بالعكس ده رشحني أخ زميل فاضل عضو اللجنة دكتور سلمان الشمارقة، وقال لي إحنا محتاجين في الفترة الحالية ديت نتيجة شوية مشاكل موجودة في ممثلي أو عند تمثيل الشركة
عايزين شخصيه اداريه فنيه. قلت له انا اشكرك عند حسن الظن يعني، لكن انا ما كنتش ليا اي رغبه ومرتبط بعمل، لا ده عمل مطلوب، عمل وطني. فتمثلت الامر، وكان تكليف وليس تشريف زي ما ذكرت في التعيين ان انا اروح هذه الشركه. حقيقه الموقف كان عصيب، لان كان عقب احداث ثوره 2011 بتاعت مصر يعني، والوضع الامني كان قمه الاضطراب وقمه الفوضى، وكلنا عشنا هذه الفتره الفوضى اللي عشنا هذه الفتره العصيبه في مصر. فما كان مني مساهمه او شعور وطني اللي موجود عند اي حد فينا الاحساس ان ادفع هذه الشركه للتثبيت، لان شركات كثيره جدا اجنبيه قفلت وهربت من الاستثمار في مصر واقفلت ومشت. فكان لازم نبث فيها الثقه انها دي مصر امنه ولابد هترجع تاني الامن. وفعلا الشركه عندها الخبره الكافيه، لانها ليها 85 شركه في انحاء العالم بالكامل. فثبت ان المناخ الاستثماري في مصر سيعود مره اخرى رغم المشاكل الظاهريه، ودي حاجه نفتخر بها جميعا كمصريين، ان مصر رغم ما كل فيها فهي امنه باذن الله، وسيعود الاستثمار مره اخرى. واحنا على ابواب المؤتمر الاقتصادي في هذا الشهر ان شاء الله، منتصف هذا الشهر في شرم الشيخ. فكانت دعوه للعمل الجاد في تثبيت هذه الشركه واستكمال استثماراتها في ارض مصر، وتم عكس ما كان متوقعا. بدلا من تقلص الاستثمارات دفعنا الشركه، وكنا حريصين ان احنا تزود الاستثمارات، واقنعنا الشركه وهي كانت على ما بتشتغلش بالاقناع بس، بتشتغل بالورق والدراسات والاناليسز والكلام من ده وتحليلات السوق، انها تاخد مصنع جديد ارض جديده في العاشر من رمضان بدل الاسماعيليه، وتفتتح مصنع جديد وتصرف عليه، ثم مبنى اداري تام كامل في بدل المبنى الموجود كان هي بتحتله في التجمع الخامس، ودي استثمارات كبيره و زيادة الماركتنج تاعها او نسبة المبيعات اللي ارتفعت في خلال الفترة دي من 7% الى 10% في خلال الفترة القصيرة اللي هي فترة الركود اللي كانت موجودة وفترة الاضطرابات اللي كانت موجودة. فدي حس وطني لابد يكون كل واحد فينا فيه، بيدفع بالاستثمار الاجنبي في مصر ان احنا نرفعه. واللي احنا بنتكلمه دلوقتي برضو عشان ان يبقى شركه زي دي ليها حساسيتها في السوق، ان احنا ما نسيئش ليها، والنقابه بتستثمر فيها واستثمارات عاليه على اساس نقدر نعمل. والحمد لله خلال الفتره اللي كنت موجود فيها ليس دفاعا عن شخصي الضعيف، ولكن اقرار الحق، لان معنى البدلات اللي بتتاخد ان هذا الممثل للشركه او ممثل للنقابه مجرد بيحضر الجلسات وياخد عليها البدل، لا، كان في مشاركه فعاله بالكامل في حضور هذه الجلسات بخلال طوال فتره المده، وليس فتره الجلسه فقط. نروح نزور المصانع، المصنع الموجود، ونعمل عليه اوديت ونعمل عليه ملاحظات وحاجات كتيره جدا خلال اللجنه بتعملها، والاشتراك في الدراسات الاقتصاديه والماليه والتوجهات. ويمكن من ضمن الحاجات المفارقات يعني اللي هي الارباح اللي هي كانت المفروض هتورد للنقابه وحرصنا الشديد، وده مثبت في الجمعيه العموميه اللي هي تمت في 2014 ان احنا حرصنا على السؤال والاستفسار عن الارباح بتاعتها، وعرفنا انها رايحه، والجمعيه اتصدقت بكده انها فعلا تعاد استثمارها في الاستثمارات الجاريه نتيجه نقص السيوله الماليه والازمه بتاعت الدولار اللي كانت موجوده في هذا الوقت يعني. انا بكرر شكري لمجلس للنقابه المهندسين على راسهم السيد النقيب مهندسين، ومجلس الاعلى للنقابه للحياديه والالتزام باتخاذ الاجراءات القانونيه، وضرب مثل لجميع النقابات المهنيه ان احنا نقابه مهنيه بتحترم سياسه الشفافيه، وان بنعتز بان احنا بنمثل الجموع المهندسين اللي هم شرفونا باعطائهم اصواتهم لعمل على رفع شان هذه النقابه. اكرر شكري، واذا كان في اي استفسار انا جاهز. شكرا جزيلا لكم.